هنخش بقى على سلطة البتنجان معانا. الفاصوليا وصلت لإيه؟ الفاصوليا استوت خلاص، أنا يعني أنا هطفي عليها خلاص أهو. أنا أخدة بالي من الفاصوليا زي ما قلت. برافو عليكي، أنا هديكي معلقة دلوقتي عشان تشوفي القصة ماشية إزاي. دلوقتي هنشتغل المسقعة معانا، مش مسقعة، سلطة البتنجان كده بشكل شيك كده، نايف نايف في خضار في خضار، فهتبقى حاجة رائعة جدا يعني. معانا البتنجان بتاعنا بنقشره. احنا المقادير قدامنا على الشاشة، بتنجان وفلفل أخضر وممكن فلفل حامي، بس ده اختياري طبعا صح؟ الفلفل الحراق اختياري لكن هو بالنسبة لي أنا شخصيا يعني هو فيها أساسي مع التوم. يعني هي الوجبة دي أصلا اللي بيطلع ريحتها وبيطلع نكهتها وبيخليها ليها ريحة، يعني الفلفل الحراق مع التوم. التوم بتاعها ترانشات يعني نرمينا. طماطم مبشورة والتوم ترانشات. لا طماطم مش مبشورة، طماطم متقشرة، مقشورة يعني متقشرة. احنا قلنا قبل كده الطماطم يعني هتتحط سليمة كده ولا هتتقطع؟ هنقطعها ترانشات. احنا قلنا قبل كده الطماطم لما بنيجي نقشرها بناخدها كده بظهر بالسكينة كده كروس كده من تحت كده، بنحطها في مية بتغلي ونسيبها خمس دقايق وبعدين نطلعها بنقشرها عادي خالص بتتقشر. القشر بتاعها بناخده ممكن نعينه في التلاجة، ممكن نطبخ بيه فاصوليا زي كده، نضربه في الخلاط ونصفيه نطبخ بيه فاصوليا زي كده، ممكن يعني ما نرميش حاجة. بمناسبة ان احنا ما نرميش حاجة برضو لما نيجي نعصر الليمون، هنعصر دلوقتي ليمون على السلطة والحاجات يعني، فهن الليمون نعين قشره وبعدين هقول لكم وانا بشتغل في البتنجان هقول لكم نعمله ازاي، نخلله عشان يبقى ليمون مخلل برضو. قشر الليمون بيبقى افضل من الليمون. قشر الليمون بس كده من غير حاجة؟ من غير حاجة خالص، قشر الليمون المعصور ما نرموش يعني، ما حدش يرمي حاجه يا جماعه. اي حد عنده حاجه في البيت يحطها في الثلاجه ويقول لي نتكلم مع بعض نشوف هنعملها ازاي. هنقطع البتنجان بتاعنا ترانشات، مش يعني نص سنتي كده. وزي ما احنا اتفقنا كنت عايز اقول لكم انا معلومه كده ظريفه كده على الماشي على البتنجان بتاعنا. ده متقشر ممكن ما يتقشرش ولا لازم يبقى متقشر؟ لا هو انا افضل ان هو متقشر، طبعا ممكن ما يتقشرش عادي. البتنجان يا جماعه في منه ذكر وانتايه، اي خضار في منه ذكر ونتايه. بنعرفها ازاي؟ لما نيجي نشوف النتايه او الـ في البتنجان بتبقى دايما اخف من الذكر. دي نمره واحد، بتبقى ملسه اكتر. نمره اتنين، بتبقى من هنا عريضه، الفتحه بتاعتها من تحت كده بتبقى عريضه. الثانيه بتبقى فتحتها صغيره كده يعني زي ما هو باين كده، يعني دي نتايه ودي ذكر معروفه كده. بتبقى اقل في البذر، بتبقى اقل في الوزن، بتبقى خفيفه كده يعني لما نيجي نختار يعني. بس نفس اللون لان في لا عادي عادي، هو بتنجان عادي خالص، بس احنا بنتكلم عشان البتنجان والحاجات دي مواسم. وبتبقى الموسم بتاعها لما بيجي بتبقى ظريفه، وفي بره الموسم بقى فبنبقى مضطرين ان احنا ناخد الحاجه زي ما هي يعني. فاحنا على السريع كده بنقشر البتنجان، طبعا ما كانش ينفع ان احنا نقشره قبل كده عشان ما يسودش مننا، ان احنا نعمله هنشتغل بيه على طول. دي سلطة البتنجان بالظبط كده. هنشتغل دلوقتي بالسكينة بقى يا جماعة، اللي ما عندوش مقشرة اللي ما عندوش حاجة يشتغل بالسكينة بتاعته، وعادي كلنا بنعرف نقشر البتنجان وكلنا بنعرف نشتغل ونطبخ وكلنا شطار في البيوت يعني. طب والقيمة الغذائية مش بتروح لما تقشر البتنجان؟ لا مش بتروح قوي يعني، هو يعني البتنجان من الفواكه اللي هي قيمتها الغذائيه بتبقى على فكره البتنجان فاكهه والطماطم فاكهه بالمناسبه يعني. ف هنشتغل بقى، نبتدي نشتغل. طبعا احنا عشان احنا مش هنحط زيت والكلام ده، انا كنت ببدا دايما الطبقه اللي تحت بتنجان. فبما ان احنا مش هنحط زيت ومش هنحط الكلام ده كله، فاحنا هناخد طماطميه سلايز رفيعه جدا كده نفردها في الحله، نبتدي نشتغل عليها الحاجه بتاعتنا. شوف قطعت البرنجان الاول وبعد كده الطماطم كلها شرايح. كله هيمشي كده. كله هيمشي سلايس كده. وعشان ما فيش زيت هنحط الطماطم في الاول عشان تدي زي بالزبط. ميه. هنفرد بقى معانا البتنجان بتاعنا كده الظريف. هات لي بقى الحله هنا عشان الناس اللي بتشتكي من الحله. نفرد البتنجان الظريف بتاعنا، عندنا فلفل ترانشات، خلينا كده كل حاجه تبقى جنب بعض. اول طبقه كانت طماطم، بعد كده البتنجان، بعد كده الفلفل.
لا احنا الطبقة الرئيسية نرمين من تحت بتنجان، هنبتدي بتنجان فلفل طماطم بتنجان فلفل طماطم وهنكرر العملية. كويس؟ اهو بتنجان الفلفل بتاعنا، ناخد معانا الفلفل الحراق بتاعنا، الطماطم بتاعتنا هنقطعها ترنشات على طول عشان ما كانتش تنزل ميتها. هي طبخة لذيذة جدا وسريعة جدا وما بتاخدش ربع ساعة على النار، وكلها أفكار جديدة للصيام ممكن ما تجيش في بال حد إن هو ممكن يعمل كده في الصيام. بالزبط. الناس في الصيام بتبقى متعودة فول وطعمية ومش عارفة إيه واللي هي الأكلات المعتادة يعني. بالظبط. وهنعمل لهم برضو حلقة فول وطعمية، أنا نفسي أعمل حلقة الفول والطعمية دي. يعني مش عارف، عايز أعملها ضروري. إحنا بنعمل دايما، لأن إحنا بنعمل دايما بنركز دايما على الغداء، يعني ما عملناش حاجة للفطار والعشاء والكلام ده كله، وأنا ما بفضلش إن الحد يتعشى يعني. بنرش رشة ثوم كده ترانشات معانا، وبعدين بناخد معانا في كل طبقة ولا في طبقة؟ كل طبقة بنعمل اللي أنا عملته ده، هيتكرر في كل طبقة. ملح وفلفل، ودي ما بتاخدش إلا ملح وفلفل بس. إحنا بقى عايزين ندسمها شوية عشان هي دي بيتحط عليها زيت زيتون او بيتحط عليها زيت عادي، فاحنا عايزين ندسمها شويه، ما عندناش طيب زيوت، هنعمل ايه؟ هناخد بقى ايه، نروح في حته تانية برضو بهارات. لا هناخد معانا شويه سمسم كده نرشهم. ياه انت بتعمل ايه يا شيف؟ اه بحط سمسم. بتعمل ايه يا شيف؟ هنحط زبيب. حلو كده. فاحنا بنخليها تروح في مكان تاني بعيد عن البتنجان والمسقعه. هناخد تاني نرجع تاني بتنجان. بس دولت شرط ولا ممكن الاستغناء؟ لا لا خالص، ده اوبشن، ده اوبشن يعني. هي اساسها يا جماعه بتنجان وفلفل وطماطم وتوم مبشور وتوم ترانشات وملح وفلفل وزيت بس. احنا عشان شلنا الزيت منها فاحنا بنحط حاجات تاني، يعني انتوا عارفين ان السمسم كله زيوت وكله حاجات كده بتبقى ظريفه وطعمها بيبقى جميل يعني. والسمسم والبتنجان لما يجتمعوا بقى في حته واحده كميه فيتامينات مش طبيعيه. هناخد معانا الاكله كلها الحقيقه كلها فيتامينات. فكره جديده وفكره حلوه وخفيفه وما بتعملش معانا حموضه او حاجه. هنديها في الاخر شويه دبس رمان كده نحل القعده شويه، وبعدين نشوف هنعمل ايه. دي ريحتها هتجيب لاخر الشارع يا جماعه عشان تبقوا عارفين. هنحط الفلفل بتاعنا، فلفل الترنشات بتاعنا. ساعة التقديم يا شيف دي هتتقدم ازاي؟ هتتقدم في البايركس او هنقدمها في اي حاجه يعني، في الطبق بتاعها او هي. يا جماعه انا ممكن اخدها احطها في الفرن، هي في الحله. احنا لما عملنا الكفته الحلقه اللي فاتت وقلنا هنعمل اللي هي قبل الصيام يعني، وقلنا هنعمل الكفته في الحله، الناس استغربت وطلعناها بنفس طعم كفته الحاتي. فاحنا دلوقتي هنشتغل دي وهنشتغلها في الحله برضو عشان الناس تبقى عارفه، وبنسهل على الناس. وانا اعرف ان في ناس لسه ما عندهاش فران وما عندهاش الكلام ده، ياخدوا معانا الطريقه دي. بتتعمل على النار عادي؟ بالظبط. هنحطها على النار دلوقتي، واحنا ممكن نشغل عليها النار كمان واحنا شغالين كده. ماشي. يعني احنا ممكن هي احنا شغالين وبنعملها وهي على النار كمان اهي. ماشي. دي بيتحط لها ميه ولا لا؟ لا. اوكي. بنديها ندعه ندعه، بنديها ندعة مية هي بس ايه تغلي معايا، وبعد كده ههدي عليها النار خالص. وبتغطيها وتسيبها على النار. بالظبط. تاخد وقت قد ايه يا شيف؟ هتاخد ربع ساعة بالظبط. بالظبط، مش أكتر يعني. جميل. كويس؟ حطينا الطبقات كلها، كل حاجة طبقة. دي زي ما قلنا أساسها التوم المبشور، التوم الترنشات، وزي ما قلنا هنكرر نفس العملية، الفلفل بتاعنا. فلفل وملح. بالظبط. وما نحاولش نزود الفلفل قوي عشان احنا حاطين فلفل حراق. والملح بتاعنا الظريف. بس دي ما ينفعش يتحط كمون صح؟ لا ما بفضلش. دي فرنجي شوية يعني، ما ما مش هيبقى ظريف فيها الكمون. لا مش هيبقى ظريف. هناخد آخر طبقة معانا. اخر طبقه باذنجان معانا، وناخد معانا والزبيب والسمسم. هينزل في التسويه هيبقى كان في زيت صح؟
لا هو مش لا طبعا، لان السمسم هو سليم يعني، لكن هو هناخد فايدته يا جماعه، هناخد فايدته. وبعدين اللي هو يعني الناس اللي هم طالبين الاكل بالماء والملح ما يقولوش بقى الشيف حط سمسم فبقى في زيت، لان انتوا بتاكلوا السمسم في العيش وبتاكلوا السمسم في الحلويات وبتاكلوا السمسم في هو يعتبر قيمه غذائيه زيت يعني، زيت جوه الحاجه. وكل الحاجات دي فيها زيوت يا جماعه، كل الشبت والكزبره فيهم زيوت، البقدونس فيه زيوت، كل دي زيوت طياره، جوز الطيب فيها زيوت، كله وكل الحاجات دي يعني. ما نبقاش يعني ما نبقاش كده يعني. هناخد معانا كمان الطبقه الاخيره بقى بتاعتنا. اخر طبقه طماطم. اخر طبقه بتبقى على الوش طماطم. نظبط بيها الكلام بتاعنا. جميل. حاجه اخر شياكه. حلوة قوي. ني في ني وما فيش فيها حاجه يعني تجيب حموضه ولا حاجه تعمل الكلام ده كله. كل الاكل اللي الشيف عمله النهارده ده ينفع للي بيعمل دايت، هيبقى حلو جدا ومليان فيتامينز واحماض يعني لا حلو قوي. وبعدين يا جماعه استخدمنا المشروم بدل البروتين، بدل اللحوم وبدل يعني الفراخ واي حاجه. استني معايا دقيقه واحده. اتفضل. ركزي الحاجات دي يا حبايبي، دبس الرمان وعسل النحل والسمسم والحاجات دي. فهناخد معانا رشه دبس رمان كده ظريفه عشان نعادل الحموضه بتاعتها، وهتديني مزازه ظريفه كده في الـ في الـ في الاكل. ونغطيها هتبقى حاجه هتبقى حاجه مختلفه. لسه ما خلصناش، لسه معانا التوم الترانشات بتاعنا. طبيخ بطعم اهالينا يا جماعه، الحلقه دي بطعم اهالينا، حلقه ميه وملح بطعم اهالينا. هناخد معانا عشان الريحه بتاعتنا الفلفل الحامي، شويه الفلفل الحامي دول في الاخر عشان هيدونا يظبطونا في ريحه الاكله دي. هناخد معانا شويه فلفل حراق، هناخد معانا شويه الملح بتوعنا الزراف. تمام. اخر حبه زبيب عشان خاطرك بقى اهو. وهنجيب الغطا بتاعها وهنغطيها. احنا ممكن 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 لغايه بس ما تجيب الميه بتاعتها، هي هتجيب ميه كتير يعني. بس كده كويس، يعني حوالي ربع كوبايه ميه بالظبط. احنا ما حطيناش حاجه فيها وهي على النار كده ربع ساعه بالظبط، ان شاء الله كل حاجه هتبقى مظبوطه.